فينا الفكرة باش نشريو المواناط والماكلة، حيت شفنا بينا ما كاينش بزاف بنادم قدنا اللي كيعاون بنادم اللي محتاج. طاحت لينا هاد الفكرة ديك العام، ومع كورونا عدد العام قدرنا نديرو هاد الشيء، وهاد العام ان شاء الله عوالي نديرو بزاف د لي زاكسيون، ومنها هادي وحده اللي جينا نعاونوا الفقراء اللي يتواجدوا هنا. وشكرا، وان شاء الله ما تنساوناش ديما نبقاو نعاونوا المساكين اللي ما عندهمش، وحنا هنايا معكم يد في يدينا كاملين. حنايا لي ستوديون دو امريكان اكاديمي دو كازابلانكا، درنا اون كريي ان غروب ديتوديون باش كنعاونوا الناس، نوتر بروبر كلوب. وجينا اليوم لمركز امل ديال جاليس باش نعاونوا الناس اللي محتاجين، اللي سون اون بيزوين. هذه مبادره من واحد السيد محسن اللي عاوننا ب 30 باني فيهم كاع المواد الغذائيه، سكر، زيت، ايتترا. احنا جبنا واحد مونبر ديالنا جابت لي بافيت، اون اوتر مونبر جابتنا لي ديزانفيكتون، وزدناهم وجبنا 45 مانتاج. وهادشي كله غير باش نعاونوا الناس، و ان طون كو جين كن اون فودري اون في بوست ان ميساج او جين باش يعاونوا الناس بزاف. انا سعيده جدا حيت اليوم جينا هنايا وزعنا 30 باني ومانتاج للناس اللي كيحتاجوهم، وهادي اول المرضى ديال الدياليز، وهذه اول مبادره درناها مع اي اي سي انتراكت. وانا وصحابي كنتمنوا اننا غيكون عندنا فرصه اكثر، ووجدنا واحد البرنامج كثير باش نوزعوا الفقراء والناس اللي ما عندهمش، الناس اللي في الجبل وفيهم البرد، حيت هذا الشيء هو اي اي سي انتراكت. شاركت في هذا العمل الانساني والخيري، ووزعنا الكثير من البضائع للناس المحتاجين والذي في اوضاع صعبه، ونوجه هذه الرساله للشعب، وايضا قوموا بنفس العمل او اكثر، او وزعوا القليل او الكثير خارج دار البيضاء او داخلها، المهم هو المشاركه، وشكرا لكم.